احنا كنجيو للوكاله وما كنلقاوش الرئيسه كدير لنا وعود وعود كاذبه ديما تتهرب بيا ما كنكونوا كتخرج من الباب الروراني كتقول لينا انا غادي نوقف معاكم وكتبكي وكتبكي معانا زعما كاينه رحنا بقينا فيها ولكن هادشي اللي كنشوف فيه راه ما بقينا حتى شي واحد كيجيو كيخرجونا من ديورنا وحنا ديورنا ما قايلينش كاع السقوط يعني ربما كاين شي واحد اللي عنده الهدم الجزئي ماشي الكلي كنتفاجئوا بقرارات مزيفه كيقول لنا عندكم الهدم الكلي يعني خرج للزنقه وحنا ما كنتقاضوش واحد المبلغ مالي ما كنفوتوش 40000 ريال ما كناكلوش حتى مزيان يعني مع هذا الغلاء وهاد الاسعار يعني كنمشيو دقه دقه مع وليداتنا وليداتنا تيقراو وعندنا مسؤوليه وعندنا مدارس وموسم الدراسه ويجيو يخرجوك من دارك ويلوحوك للزنقه لا حول ولا قوه اخويا راه حرام هادشي هادشي ما يبغيش الله حنا مواطنين في دوله الحق والقانون الملك ديالنا دار لنا اعاده الهيكله في المدينه القديمه يعني حنا عندنا الاصلاح والترميم حنا ماشي المحج الملكي الناس المحج الملكي تيطلبوا تيبكيو باش يخرجوا من ساكن سقوفة كيدوروا عليهم سقوفة كيحبطوا عليهم الكوابل حاجه وجهك خويا كيخطروا عليهم تيقول لهم خرجونا ما بغاوش يخرجوهم كنتفاجئوا بانهم دخلوا للمدينه داخل السور وبداو كيهدموا من هنا ويهدموا من هنا ويهدموا من الشيرو تيخرجوا تقبوا كاع المدينه وكيخرجونا صحه بالقوه المساعده قدام وليداتنا باقيين صغار وتيقراو فينا هو الجيل اللي غادي نكبروا حنا غادي نخرجوا وليداتنا للزنقه هذا هو الجيل اللي غادي نربيو هذا هو الجيل اللي غنقريو ملي غيشوفوا هذا الشيء كلشي غيطلع شمكان كلشي غادي يطلع كلشي غادي يطلع حاقد خليونا خويا في ديورنا حيت ديورنا ما قايلينش للسقوط حنا ديورنا ما فيهم والو هاد القرارات ما عرفتش منين جابوا هاد الخبير وهذا الشيء ما عندنا حتى واحد طلع علينا للديور كيفاش هاد الخبير طلع بالعين المجرده كيفاش دار هاد الخبره ميمكن كاينه شي خبره بالعين المجرده شفت قريب قريب هادي لا راه ما يمكنش انا كنطالب المسؤولين يشوفوا لينا في هاد القرارات واللي مسؤولين نزيهين واللي عاطين كلمتهم عين الله وهما قدام الله سبحانه وتعالى معدين القسم وكيقولوا الله الوطن الملك يشوفوا من حالنا وحال وليداتنا راه ما عندناش الغالب الله خويا